فيصل 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 تحيه لي تحيه لخويا فيصل الله 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 عطيتي شحال هي من المرحله الاولى كتحط هذه كدير ليها الثبات فوق راسك المهم كتشد من هنا ما تحركش وكيبدا محل كيحسن يلاه سكوب يلاه واش الاخوان السلام عليكم كيف الحال الويد فين هاد الغبور ومع الحجر الصحي الحضر الصحي الاخوان بعد واحد القضيه مبروك العواشر ضروري الله يودي مبروك العواشر برك اليوم العواشر صاحبي مبارك العواشر لكم تبارك الله عليكم تهلا فيكم رمضان مبارك سعيد تدخلوا ديالكم الله يدخلوا عليكم العباده 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 صليوا وقرا القران انت كتقرا القران واي ديما مصحف عندي شنو هي الويد الفكره ديالك شنو هي عندي واحد الفكره اييه جهنميه واحد الفكره مزيانه هي هي عرفت واحد الفكره الله يرحم والديكم راه المسحب دابا المصاحف كاين في الجامع ما كاينش اللي سميتو الله يرحم والديكم قراو القران في الدار القران في الدار ولا طلعوا للسطح شطبوه مزيان ونقيوه وقراو فيه القران ختموا 60 حزب ان شاء الله في الشهر ديال رمضان وطلبوا الله يعفو على المغرب ويعفو على المسلمين اجمعين الله يعفو علينا من هذا المرض هذا الله يهزو علينا والله يجوز علينا رمضان بخير وعلى خير سمعتي راه بلا ما تخمو في رمضان ربنا راه كاين برزقو ان شاء الله رمضان غايجي برزقو راه برزقو تبارك الله وكان معكم الشيخ العلامه الدكتور محمد السيد الضلا تبارك الله عليكم مرحبا بكم فوق الضلا ولكن نسيتي واحد الحاجه بكم فوق الضلا ان شاء الله نسيتي واحد الحاجه ما قلتيش ليهم راه تغفلنا اخويا راه تغفلنا مع هذا الحجر الصحي لا هو الحجر الصحي الحجر الصحي في الفلوق كبير احنا دابا غير في الحجر الصحي اربعه الحيوط باركين فيه وعلى تغفلنا وليت بحال احمد الغول بحال احمد الغول بحال هكا العظيم مع الخوتي لا السداري هذا اللي لاعس فيه الويد كيغوت صافي راه كيغوت ربي اللي خلقو ربي العظيم هذا السنه نبدلوها الخوت اما بالنسبه للاوضاع الخوت اللي كتعيشها المغرب بسبب هذا الكورونا الخوت والله العظيم غير صبروا شحال من حاله وصلنا اكثر من 3000 حاله الخوت اي راه باقي كيتزاد هذا الشيء راه دابا شوف راه وزاره الصحه غير تشوف هذا الشيء نقص راه غادي تدير لكم شي حاجه تخرجوا ولكن ما حدكم انتم كتخرجوا اييه وداك الشيء كيتزاد أيوه. ولا ما غاديش سميتو غنبركم نتوما تشدوا رجليكم اصاحبي انا تغفلت ها شنو هي العلاقه بين الخروج والتغفيل راه المشكل شوف المشكل ها ما تغفل عليا لا 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 انا قلت لك ها انت عندي لك واحد الاقتراح زوين الوليد شوف غتعطيني اقتراح يا سلام صبر نقول لك الاقتراح الوليد هو هذا الشيء راه شوف ما بقاش تخرج هذا الشيء راه طيح اكثر من مية واش غنديروا واش غنديروا دابا راه صعيب الحال دوك فلوس الضاله اللي عندنا جينا وحنا غادي نديروا شوف غير شد فراسك وعاود غسل يديك ونظفها وحنا غادي نديروا الاحتياط غادي نديروا الاحتياط صح وما تخرجش بزاف الا للضروره الا للضروره قصوى واسمعني يا واه اسمعني يا صاحبي دوك الفلوس دابا ديال الطلاق خصنا نتبرعوا بهم قبل ما نموتوا غنجيبوهم وغادي نخسروهم في الماكله شوف بلا ما تقول لي غير باش ما نخليوش الورده صاحبي واش وي 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 غنخليهم حنا بومارت بومارت اش كيدير بومارت غيتيهم واش انا نعرق عليهم وبومارت يمدوهم اللي فرزقوا شي حاجه يديها فعلا الارزاق هي كل شيء الارزاق بيد الله شوف وحنا دايرين داكشي اللي كتقولوا احنا شادين الارض شوف وداخلين سوق راسنا وباش نخدروا الخوت عويناتنا راه حط لنا الوالد تكلف الوالد وجاب لنا الورد ديال المكه حطوا لنا الخوت شوفوا الجراح راه زرده وسط الدار لينا هذاك كورونا هذاك الورد والياسمين الورد والياسمين هذا هو اللي كياخذ لنا اكس كربون وكيعطي الاكسجين اييه هذاك مزيان هذا نوضا راه ديال الميكا سقيتو الحمار كيفاش سقيتي عبد الله هذيك الوالد واش الناس كيسقيو الورد الميكا لا هذيك ماشي ورد الميكا هذاك عبد الله هذاك صاحبي هذاك جات الكوموند لا سير كوموند لا سير مارغو المهم نحن الان بصدد واحد التظاهره اللي هي قيمه ونادره الخوت وشحال هذه ما حضرنا ليها علاش حيت الوالده مازال ما كايناش مشات وحصلت تما احنا دابا بثلاثة انا ثلاثة ها هو الحسن ايه وانت شي وحده اللي غادي تجي تطيب لينا لا واه شي وحده واش غنطمريد لا الحليله لا وليد دابا حنا دابا بصدد الطاجين هذا الطاجين هذا ايه هذا الطاجين شكون اللي عطى لنا سميتو الجيران فيصل سميتو فيصل تحيه لي تحيه لخويا فيصل تحيه الله 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 عرفتي شحال هذه بينا سي الضير زايد عرفتي شحال هذه ديال الخوت ما شفتها بحال هذا المنظر هذا هذه ما كلينا الطاجين والله العظيم الوالده راه دبرت على راسي اليوم دبرنا على راسنا يا سلام شكرا انا بصحتكم
واش واش تي دابا الا كليتي هاد الطاجين الوليد واه كورونا ما غاديش تضر بك وهو ما تضرش والعلاج ديال كورونا ها كورونا فين هي كورونا ها هي هي كورونا والله الا كتشبه ليها الخوش ملي تبرد عليها هادي دابا كورونا مزيانه للجو ايه بيضات الجو بيضاته ها هي بيضات الجو ايوا خير عليه كان عليها تولدوا ماشي تبيضوا طاجين طاجين بالبيض طاجينه فاتي طاجين كفته بالبيض لا طاجينه فاسي كلشي سانك سانك ابدي دابا رونتي لينا كاع الطاجين بالدفال ديالك اصاحبي لا مزيان مزيان شوف بعدا واحد الحاجه يا سلام دخلنا فيه طول عرض والله العظيم هذا سلبي سلبي قمي جمعة وهي هو قال لي جمعة الحسام راه غادي يصير قمي جمعة يو بكرا نحط ستوريات صاحبي ضرب 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 سير 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 وها انتم الاخوان المنظر غتشوفوا دابا سالينا الطاجين دخلنا فيه طول ها دوني ميسلا واش تمريض دوني ميسلا صاحبي ما كاينش ميسا سنان خويا فيصل رجع تاخذ الخوي ها كيفاش مازال ما كليتي والو انتم صاحبي دوني ميسلا عض فدا واش الخوت المهم مؤخرا ولا كلشي كيعاني من سميتو من طوفيل ما كاينش شي ديال شي حسنه ليا رائعه المهم عندي لكم الحل سهل شنو هو الحل ارى لي المترين كاينه لا ماشين لافي وكاينه سميتو هذه اللي عليها كلشي ارى الاله المهم تحطها هنا وكتضرب الديغرادي طن 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 وكتصدق ليك الحسنه حنا سكوكو من المرحله الاولى كتحط هذه كدير ليها التبات فوق راسك المهم كتشدها من هنا ما تحركش وكيبدا الحلاق يحسن يلا سكوكو يلا يعني بسم الله المهم الخوت باقي لا الديكرا غير راه سالات جو بونس المهم نوريكم النتيجه الاخيره هو هذاك تفيني عرفت واش تفيني ولا تفيني واللي المهم اللي ما خدامش اللي ما خدامش لهاد البارطيه هادي كاينه واحد البارطيه اخرى عاوتاني هي انها كره دراغون بول شكرا للحلاق ديالنا سكوكو ها مام المهم الخوضه يا الديغرا دي سلالات غير ديال الرفي معانا الو الطريقه سلام عليكم هاد الغربال طان كتحطو فوق راسك كتشد العبار ديالك طان طان هو هذا صباح الخير الخوت يلا فيق من النعاس اقسم بالله تخربقنا في هاد الحرور الصحي هذا والله العظيم ولكن ماشي مشكل دابا يفوت هادشي ان شاء الله ونرجع للحياة ديالنا اليوميه وما كاينه تصطيع عاوتاني المهم الديغرادي هكا طلعات بينا نديرو الديغرادي صدقنا دايرين الحسنه ديال المجيد المهم دابا ملي زادو في هاد الكونفينمون راه قررت ندير واحد البرنامج اللي سميتو ستيلك بلا ما تيلك المهم نوريكم شي حاجه اللي ديروها اللي سهله ما كتحتاجوش بحال هاد الحسنه هادي ما كتحتاجوش شي مجهود ولا شي حاجه المهم بروغرام سميتو ستيلك بلا ما تهلك وندير لكم الطبخ حتى هو عندي واحد الموهبه خطيره في الطبخ شبان لكم ندير شي فري ستايل انا راه عرفتي جالس كنقصي ديك الساعات في السر ديال اكتشف واحد الامر اللي هو غريب شفت بلي السر ديال عنده العصبه بحال البشر سبحان الله العظيم عنده العصبه الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي العصبه هي ديك داك الرابي اللي كيلصق بين المسك لو والعظم بلادي نمشي نشوف الطرود الزبليله بقات تما ديك العصبه كلشي ناعس انا جاني الجوع مع الربعة الصباح واش غا بوحدي ونظرت عليه بلا ما نشدا سمعو
زقزقه العصافير مع 4 الصباح. سي با نورمال.